بسم الله الذي أقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. والله لو أنكم بيننا هنا وتشوفون إيش اللي يحصل تحت الهواء تقولون ليش يصير كذا على الهواء؟ اللي في عينه دمع يقول كيف صار أسبوع ذكريات كم له سنة، واللي يذب على خويه وينتفى ليش سويت كذا، الله يسامح. الحياة حلوة، لكن زي ما قلت لكم أخو الحسد مو بالحسد نفسه يحضر أحيانا على الشاشة، عسى الله يغفر ما في قلوبنا إن شاء الله هم لا يعلمون المشاهدين. 7 أشخاص حيشرفوني على المسرح إن شاء الله الآن هنا، منهم اللي حيتوج ومنهم اللي في المنطقة الرمادية اللي وجوده عدمه واحد. إذا اللي في المنطقة الرمادية وجوده عدمه واحد، اللي تحت هذول اللي ما نشوفهم أصلا يحتاج أن يسأل نفسه كثير، أنا إيش قدمت؟ أنا ليش ما وصلت هنا؟ أما الناس اللي ما هم من 7 فهذولا أجمل أحياناً كومبارس يكونوا موجودين، ولكن الكومبارس يتعلم ويصير بطل مع الأيام. جميل؟ جميل. أسأل الله يوفقكم جميعاً يا رب العالمين. تشرفوني 7 سلطان القحطاني، علي الكلثمي، فالح، أحمد الحبشي، كذلك أسامة المانو، وعلي بالروية، وفارس السيد. مرحبا ومسهلا.